واحد القرية وعامرة قبل الأغبياء، كانت فيها واحد الحفرة وكل نهار طايح فيها واحد. ناضوا داروا اجتماع على ود ديك الحفرة، ناض واحد قال ليهم نحطوا لابيلانس جنب الحفرة باش إلا طاح شي حد يديوه بالزربة. ناض الثاني قال ليهم نبنيو سبيطار جنب الحفرة باش اللي طاح يتعالج بالزربة. ناض الثالث قال ليهم انتوما مالكم مصدعين راسكم، حنا نردمو ديك الحفرة ونحفروا حفرة أخرى جنب السبيطار. واحد الشارفة كتدور في لندن واللي شافته كتقصده وكتقول ليه الله ينعل طواسن امك، وحتى واحد ما فهمها ولا داها فيها الا واحد جاوبها وقال ليها وصلحي فمك راكي مرا كبيره زعما. قالت ليه جابك الله وريني دار ولدي، راني 5 سوايع وانا موضره هنا حريره كامل. هادي واحد البنت خدات واحد النقطة مزيانة في الباك ومشات كتكمل قرايتها في جامعة أكسفورد، هي هاديك حصلت على الدكتورة وكترجع للبلاد، هما يفرحوا بها العائلة ديالتهم وداروا لها واحد الحفلة من داكشي الرفيع، هو يجلس مع باه ويسولها، قال لها بنتي يا سميرة قولي ليا، عاودي ليا على هاديك البلاد وقولي ليا كيفاش قرايتي وكيفاش دوزتي الحياة ديالتك تما. قالت لي با أنا ما بقات سميتي سميرة، أنا ولات سميتي السم. قال لي علاش يا بنتي؟ قالت لي هبره اللي مشى تمايا كيبقاو يعيطوا يعبجوا جوج حروف الاولين من سميتو، هو يقول لي ايوا الحمد لله من اللي ما صيفطش اختك زكيه تما، اما ديك زبيده حق مولا انا ما تمشي. وحده دخلت عريانه للبنكه شفرتها وهربت، وحتى واحد معقل على كمارتها، مساخيت الوالدين ما عطات له كانوا حاضرين تحريرك يا صاحبي. هاي هذا واحد جدار معيط للجودان ديالو وقال لي عندنا واحد الحاله خطيره ديال الضرب والجرح، هو يقول ليه لجودان كيفاش؟ قال لي هادي واحد المراق ضربت راجلها باليد ديال المهراز، هو يقول ليه لجودان ما سبب هذه الجريمة؟ قال ليه راه كانت كتسيق الدار وتخليها بصباط المسخوط، هو يقول لهم لجودان شديتوها ولا مازال؟ قالوا ليه كنتسناو الدار حتى تنشف. حبيبي بلاستي ولا بابي؟ بابي حبيبة وكنت هيك نوجد واحد كاس ديال اتاي. قولي يا حبيبة لو كان كنت حدايا دابا وكنت كمالي فيا برد شنو كنت غادي دير؟ غادي نوجد جوج كيسان ديال اتاي. قلت لك لو كان كنت حدايا وكنا في انا وياك الشيطان شنو كنت غادي دير الزفت؟ غادي نوجد 3 كيسان ديال اتاي وسام الله ينعطى صدك رجلك الاخر الزمان.